قولي الفاتحة، قولي الفاتحة. أقرأ الفاتحة ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا كن عبدك الصراط لفز غد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا كن عبدك الصراط المستقيم الصراط للزينة. فز غد بسم الله الرحمن الرحيم، لياد الحمد لله رب العالمين، لياد كن عبدك الصراط المستقيم. حفظ الفاتحة؟ نقول الفاتحة ساعات نعرفها ساعات لا. ما تعرف ايش الفتح؟ انها ساعات نقول الفتح. طب عارفه سيدنا ابو بكر؟ يا ابوي انا ما نعرفش يا ولا سيده خديجه؟ يا ابوي ما علمونهوش 3000 دي، احنا زي البهايم. لا اله. ممكن انا اقطع فيها الفتح؟ قطعي الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا مالك يوم الدين يا كان عبده. الحمد لله رب العالمين، يا كان عبده يا كان نستعين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يا مالك يوم الدين يا كان عبد يا كان استعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، كان عبدك كان استعين. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يا كان استعين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، كان عبدك كان استعين الصراط الذين مالك يوم الدين كان عبدك كان استعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين يا كان عبدك يا كان استعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الصراط الصراط المستقيم، أنعمت عليهم، الصراط الذين أنعمت عليهم، الصراط الذين أنعمت عليهم. أفضل فتحة يا حاجة. الحمد لله. أو ما هي ما تقول قدامه وأنا مصلي. طب قولي كده. مش ما أعرف أقول، هي ما تقول قدامه وأنا وراه. سمعين الفتحة يا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحيم، مالك يوم الدين يا كان بدك تستعين. ستك مستقي ستر عزيز ستر تقابل من الدوالد. أنت مش حافظة الفتحة أوي؟ أما صلي والله بيها. حافظة الفتحة يا ست الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين والعظيم، الصلاة المستقيمة، الصلاة المستقيمة، وعم تعلم غير المغضوب على الضالين أمين. طب اسم النبي بتاعنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اسمه إيه؟ محمد. النبي بتاعنا اسمه محمد؟ متأكد؟ مش خايف بصراحة. مش خايف. مش متأكد إذا كان محمد ولا حد تاني؟ لا والله. محدش قال لك النبي بتاعنا اسمه إيه؟ لا. النبي بتاعنا اسمه إيه؟ النبي؟ سيدنا موسى وإبراهيم. النبي بتاع المسلمين. والله أنا ما خدتش خبر عنه. ما عرفتش حاجة عنه؟ النبي بتاع المسلمين اسمه إيه؟ النبي بتاع المسلمين سيدنا محمد اسمه ايه؟ اسمه محمود واسمه عمر واسمه محمد محمود وعمر ومحمد واحمد. بتصلي؟ لا يا ابو، نعرف شو نصلي يا ابو، سامحنا رب. حفظة اسم النبي بتاعنا اسمه ايه؟ ولا نعرفش يا ابو. تعرفيش اسم النبي؟ ندول النبي. تعرفيش اسمه ايه؟ يا ابويا انا برا غلبانه يا ابويا، انا نعرف شي حاجه. حفظ النبي اسمه ايه؟ سيد ما عارفه شي. مش عارفه النبي اسمه ايه؟ مش عارفه. ولا سيدنا ابو بكر؟ والله ما عارفه اي حاجه. عارفه النبي بتاعنا اسمه ايه؟ لا مش عارفه. سيدنا ابو بكر مين؟ لا برضه مش عارفه. عارفه سيدنا محمد اسمه ايه؟ الصلاه والسلام. لا. النبي بتاعنا اسمه ايه؟ مش عارف. مش عارفه. طيب محدش علمك يا حاجة؟ لا.